من هنا كان في مفترق الطرق ان اتنقلت من شركة من صوت الدلتا ل عالم الفن، بس عالم الفن كان واخد نور العين الاول. عشان تنجح لازم طول الوقت تفكر ايه اللي عملته عشان تعمل غيره جديد، وما تسافر وتشوف مهما كبرت تتعلم ازاي تقدر تتطور. وقمرين كانت فكر جديد. اياميها كان طارق مدكور هو اللي بيوزع الالبوم، في نفس الالبوم ده برضو اشتغل معايا احمد جوده اغاني الحميد الشاعري. قادر عالبعد انا مش قادر عليه، بتوحشني بتوحشني. اول ظهور بقى ايمن بهجت قمر معايا، فهو كمان كلمته كانت ولسه بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عليك، ولسه بتحبه يا قلبي يا قلبي حرام عليك، ازاي تامن له تاني بعد اللي عمله فيه. ابتدينا نشتغل مع بعض، كان اول شغل لينا في شريط قمرين، اغنيه لسه بتحبه يا قلبي واغنيه حكايات اللي انا عشتها كلها تشبه بعضها. ده خلي في وجهه نظر تانية، وايمن من الناس اللي انا بحترمها وشايف ان هي من الناس الموهوبه قوي، ومش سهل قوي انك تلاقي حد في الزمن ده موهوب بفطره وقوه ايمن بهجت. هنا ظهور شريف تاج، قبلها ظهور محمد رحيم ومحمد رفاعي، وابتدينا نعمل قمرين. هي قمرين انا لما جيت لحنتها لحنت المذهب بلحنين، يعني الاول ابتديت الاغنيه بطريقه بسيطه جدا سبانش كوردز زي ما بيقولوا، وبعدين بعد كده عليت فيها بالتوناليتي، يعني لحنتها بلحنين مختلفين، وبعدين الكوبلي بعد كده، فكانت شكل جديد للاغنيه. تعتبر الميوزك بتاعتها لاتين، لكن اللحن اللي فوق الموسيقى دي لحن شرقي جدا، وطبعا مع صوت عمرو بين اللحن ده والجمله الحلوه اللي فيه. خالد كان جايب موزع معاه من فرنسا جزائر الاصل اسمه فريد عوامر، فكنا بنسمع الاصوات بتاعته كنا ايه الاصوات دي، فابتديت اقول لهم لا يا جماعه تعالوا نروح فرنسا، وبرده دي محسن جابر يحسب له ان الشريط ده بالذات رحنا فرنسا. بس هو كان دايما عنده هاجس ان هو الكواليتي، عايزين نوصل لكواليتي احلى. بعد ما قفلنا الشغل هنا في مصر سافرنا مع بعض باريس عشان خاطر بس مجرد ان هو نفسه يجيب جيتاريست بيلعب اسبانيش، اساسا هو جيتاريست يكون اسباني يعني او ايطالياني، بس يكون الاله دي من ساعه ما اتولد هو بيلعب عليها. رحنا فرنسا، خدت طارق مدكور، خدت امير محروس، وطلعنا علشان نشوف فكره التقنيه ازاي الاصوات دي بتتعمل. جبت الاكويبمنت ديت معايا من هناك، ورجعت ان هو لما وافق على ان هو ياخد المكسجات اللي اتعملت في مصر ما ياخدش المكسجات بتاعت المهندس الفرنساوي دوت، رجعنا اضفنا الانسترومنت اللي احنا سجلناها هناك في باريس على الميكسنج اللي اتعمل في مصر، وبالتالي خلصنا الالبوم بتاع قمرين. ونزل الالبوم، البوم لقى نجاح كبير جدا الحمد لله. قمرين اكتشفت انا عمرو مصطفى في خليك فاكر، الدكتور عادل عمر جابهولي، وانا طبعا سعيد ان انا كنت من ضمن المجموعه اللي طلعت مع عمرو دياب. نروح للاخر نغني معاه نتاثر بيه ونتاثر فيه، كلنا مشاعرنا وغنانا وافراحنا واحزاننا هي نفس الاصل ونفس الروح، لما نغني سوا نقرب اكتر ونعرف اكتر احنا فين والعالم كله رايح على فين. دخل لنا ثقافات راي بقى وثقافات
ماجا باي اللي هي الاغنيه بتاعت انجيلا ديمتريو اتشهرت هنا، فجاه يوناني اتشهرت هنا، فجاه دي مش عارف عايشه، كل الحاجات دي. فكان لازم في تخاطب مع الاخر. ابتديت اقرر من جوايا ان انا اعمل دويتوهات. فكره الدويت، فكره ان انا اغني مع واحد مع الاخر. رحنا اليونان، استاذ محسن جابر. هنا دور الاستاذ محسن جابر في وقتها، لان هو كان انا طول عمري اقول له انت من الناس القلائل ان عايز تبقى منتج فنان، يعني موهبه، يعني زي انا عايز ابقى مطرب، هو عايز يبقى منتج. دي حاجه ما بتلاقيهاش كتير، تلاحظهاش كتير، هو حته دي جواه. فما بيلاقي بعد نور العين لقى الحكايه ده هي. فروحنا، لان دي مكلفه انك تطلع بكرو طالع الانجيلا ديمتريو في هناك في اليونان اتينا، وتغني اغنيه في البومها، وتغني لك اغنيه في البومك. كانت عملنا اغنيتين، اغنيه اسمها اليوس باليوناني كنت بغني فيها حبيبي يا حبيب قلبي يا دوب. وبعدين في اغنيه تانية غنتها هي معايا، انا بحبك اكتر، انا بحبك اكتر، شوق قلبي بيكبر، والنبي قلبي ما يقدر غيرك يفكر. مهما تفكر فيا انا اكتر بشويه، حبك غالي عليا. شاب خالد، ودي برضو انا بشكر عليها محسن جابر، لان هو ابتدى بقى ايه اقول له طب هات الشاب خالد، يجيب الشاب خالد. في هنا في انتاج باسلوب مختلف، وجبنا شاب خالد اشتغل معايا، عملنا اغنيه اسمها قلبي من الحان شريف تاج، ومجدي النجار عملها. الدويتو بتاع شاب خالد احنا عملنا فيه الجمله، وكانت شبه قمرين شويه، يعني في من قمرين، لان هو كان معجب بيها جدا، فاحنا عملنا نسيج من الاغنيه دي. قلبي العاشق قدام